قاعد يا ولد العفريت امشي. خير خير. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. ها جبت الراديو؟ التنين زي ما قلت. قطعوا كام؟ 50 جنيه. زي بعضه. ليه يا بوي؟ اشتريت مصر 50 جنيه؟ افتح وريني. اهو يا حاج، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هو ده يا عم الحاج؟ اسكت دلوقتي تعرف. ده المفتاح. شغل. أدبنا العربي وهي هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. عفريت ما تطلعوا يا عم الحاج من جوا الراديو. طب ولو طلعوا يا داحش هيدخلوا تاني جواه كيف؟ والله العظيم القيامة قامت ودي علامة من علاماتها. بكرة اعملوا لنا صندوق الناس هترقص فيه. طب ما السيمة كده كده كيف؟ والله رحت اهو في سوهاج كمان، ظلمة وكراسي وحيطة كبيرة قدامك فيها الناس هتتكلم وتمشي وتغني. اه يا ولد المعار. صباح الفل يا خلف. صباح النور يا اخوي. عايزاه واد؟ ما تسلفيني عنزة دي شوي. عنزة مين اللي اديها لك؟ اللي معيشاني؟ معيشاكي يا خلام، دي جربانة وجلدها فوق عظمها. يا سلام يا خوي، عزباني وربنا مرضني بيها. هناخدوها شوية ونرجعوها لك. ولد مناظر، حل عني بدل ما اقلع عينك. خلاص بلاش، اسقيني. لو هومت ناحيتي هقلع عينك. هم انا قاعد اهو، اسقيني بقى. لا تعالى معايا. انا واقف هنا؟ لا تعالى، اسقيك المر. زي ما هومتني على حالي. خد اشرب، ادفع، ادفع. شد يا عمو. العنزة، العنزة يا بعد فيه. انا قلت لك ادعينا، انا ادي الواد اللي خدها واقف هناك اهو. انا لسه زاقياك، الله يخليك يا مكفي، رجعها لي. طب واللي جيبها لك هتديله متي. بيضة واحدة بس الله يخليك. وهنعمل ايه بالمغزى دلوقتي؟ هتشوف. حطه عندك هنا. امال فين زينه؟ قافله على نفسها وضيتها من اول الصبح. حد زعلها؟ ولا حد كلمها، اختك وانت عارفها. يا واد قلت لك حط الراديو هنا. هو ده الراديو؟ ايوه هو ده. وده يشتغل كيف؟ شيل يدك بتاع عمتك. يقطع عمت وسنينها. ما سيب الواد يشوفه. قلت بتاع عمته. يا زينة، زينة. نعم. ايه مالك يا حبيبتي؟ ايه مالي؟ كل ما حد هيشوفني هيسألني مالك. ايه فيا ايه؟ لا مالك يعني قاعدة لوحدك ليه؟ ماليش. مين زعلك؟ مرتك. كل ما هتشوف وشي تقول لي عينيك يديك اسم الله عليكي. مالي يا عبد الظاهر، شكلي مش زي الناس؟ قلت لها كده يا سلطنه. اللي يسال على حد يبقى زعله، اطمن عليها. حق عجوبه من ايه؟ كل ما هتشوفني تقول لي بص في المرايه، وهتقول لي عيالك بعدوا عنها. ابص في المرايه الاقيني عيالها يا عبد الظاهر؟ بقت الشر حق زي القمر. شفت الهديه الجديده؟ مش عاوزه. ده كلام. تعالي تعالي قومي. ها ده انا شايعتي جبته من مصر مخصوص، مفيش منه اتنين. طلي شغالي من هنا تفتحي وتسمعي. يا حلاوة يا حلاوة. تعالي، عاوزك يا سلطنة. حاضر سلطنة. اها جاي.
رد الباب. مالك؟ اتدبيه بعد عنك. اصل عرض الجنان عندنا في العيلة. طل في وش زين. شوفيني اتدبيت زي اخته ولا لا؟ هتضربني عشانها؟ واجيب اجلك. ولو حسك طلع مع الضربة هيبقى اخر يوم في عمرك. الا زينب يا سلطنة. نص عليها بسببك. وانا مالي؟ هي اللي مدبوبة. يا كيادة يا غيارة يا سلطنة. فشنو حبيبي؟ المعزة يا خواجة. ماله مازة حبيبي؟ هتموت من الجوع يا خواجة. وليه مازة يموت من الجوع؟ ما عندناش وكل ليه يا خواجة. أنا كمان ما عنديش وكل ليه يا حبيبي. معلش شيل معايا يا واد نشوحوها في البحر. المعزة دي فاتحة ثلاث بيوت يا خواجة. يلا نشوحوها. استنوا، يعني إيه نشوحوها؟ يعني توحوها في البحر يا خواجة وتموت وتفطس. وليه أنت تتوهوها في البحر؟ هنعمل إيه يا خواجة؟ ما قدرنيش نوكلها. شيل يا حماد. استني، مازة دي ياكل ايه؟ تاكل فلوس يا خواجة. دي ياكل فلوس يا خواجة؟ تك خدي مازة كلي فلوس. متشكرين يا خواجة. متشكرين. متشكرين يا خواجة. متشكرين. متشكرين يا خواجة. متشكرين. يا رزقي يا ابني، يا رزقي يا رب يا رب رجال العنز. خد العنزة بتاعتك اهي. رجعتها كيف؟ استني هاتي البيضة. بيضة اهي واحدة بس. ان شاء الله خليك يا حبيبتي. يا حبيبتي انت كنت فين؟ عارف يا ولدي لو جرى لك حاجة ابوك مش هيسامح نفسه ابدا. قوم يا محمد. لو قمت هعمل لك ليلة تحكي بيها البلد كلها. لو جرى لك حاجة هتموت الحتة الطيبة اللي في قلب أبوك يا محمد. قوم يا ولدي، ما تخليش نار نفسي تاكلني يا ولدي. ليه يا بيت عبد الظاهر؟ اتكتب عليكم تأذي حبايب. مالك يا ولدي؟ ساكت ليه ومعوزش ترد على حد؟ اللي شافه يا حبيبتي سيبيه، لما يعوز يتكلم هيتكلم. مش هتقول كنت فين يا عبد القادر؟ وعملوا فيك ايه؟ سيبونا لوحدي. ده لا عايز ياكل ولا عايز يتكلم. قومي دلهم. كر الحزينة معاك. هاتي يدك. أنا حاسس بيك عبد القادر، عارف اللي أنت فيه يا ولدي، عارف إن أنت كنت في نار جهنم، بس ربنا نجاك منها. المؤمن القوي أحسن من المؤمن الضعيف، والقوي هو اللي يبص لقدام وكل ما يفتكر حاجة بتوجعه ينجح، يبقى دكتور، يبقى مهندس، كل ما يتوجع ينجح. الراجل الصح يا ولدي زي حتة الحديد، لازم يخش الفرن عشان يتشكل. يخش الفرن ويطلع حاجة ليها عازة، يخش الفرن وما يطلعش. الدنيا دي فرن دار بلاء، واللي يطلع من فرن الدنيا ربنا بينجيه من فرن الآخرة. كلام، كله كلام، كلام بيصبر وبيجلالات الحيلة. حدش هيخش الفرن عشان يتشكل غير الغلابة. فرن في الدنيا وجهنم في الآخر. إنما هما راحة في الدنيا وجنة في الآخر. لا يا ولدي،
فاهم انت كنت شفت ايه؟ ها مين نجاك من اللي انت كنت فيه؟ نجيت روحك ياك. لا يا ولدي ربنا موجود. سيبك من الكلام اللي ملوش عازه دي. ماشي انا عازرك شويه واحد فوق. طب تصدق بالله قبل انت ما تخبط على الباب بدقيقة الخواجة عبد القادر جه صحاني وقال له قوم افتح لوالدك. يا ما حرام عليك كفاية دروشة وعبط. عبط؟ مفيش حاجة من اللي في راسك دي خالص. في جزم وناس تضرب بالجزم، في جفا ويد تنزل على الجفا تجيبه لسابع أرض. مين حاش عني يد الظابط؟ مين حاش عني جزمته؟ مين حاش عني لسانه؟ ها؟ محدش. أنا هقعد في أوضتي لحد ما أموت. مش عايز حاجة منكم. أبوس يدك. أبوس يدك يابا، سيبني في حالي. الواد ماله يا كمال؟ ملوش، هيروق دلوقتي زي الفل. سيبوه بس يرتاح شويه وخليك جاره، لو عايز حاجه اعملها له من غير حديث واسئله كتير. حاضر. انت رايح فين؟ هروح الجامع اصلي واقعد مع نفسي شويه. عايز حاجه؟ سلامتك. حضري لي كيس واكل القطط على ما اخش غير هدوم. حاضر. كنت فين يا واد يا صايع من اول النهار؟ كنت العب. واللعب ده هيوكل عيش يا ابن المركوب. يعني اعمل ايه يا بوي؟ تعمل ايه؟ يعني انا سايبتك المدرسه عشان تلعب وطلعتني منها، يبقى مالكش صالح بيه. صلح رجلك يا كتير. الحاجني يا ابني عمال تلف في الشوارع زي الصيع. سيب الواد يا عبود. مالكش صالح يا مناظر، الواد لازم ينام عشان يطلع معايا المحجر بكره. حاضر حاضر. طب روح هات لنا غاز، مفيش غاز لللمضه. اروح اجيب غاز؟ قول يا ابن المركوب هات متر غاز من المضاني، عارف لو اتاخرت. واو وهات شاي على اخر النهار. دي عارف ايه؟ ولا عظام بيضه في الضلمه. طول عمرك مضايقاه، عمره ما شاف وياكي يوم راحه. يا مرات عمي حرام عليك، ولدك كرهني من يوم ما خدني. المرة لما يكون جوزها كرهها تحببوا فيها، لكن انتي لا. اللي يحب ما يكرهش واللي يكره ما يحبش، جبرتوني وجبرتوه. انتي تضايقيه من ناحية وابوي يضايقه من ناحية، اما ضيعتوا الواد منكم لله. ان شاء الله هيقوم بالسلام ويطمن بالك. ادعيله يا بنتي، ادعيله من قلبك وسامحيه لو كان عمل لك حاجه، يمكن ربنا ياخد بيده. ربنا اللي يعلم هدعيله قد ايه. تقوم بالسلامه يا محمد، ده جوزي ولد عمي.
يا عتعوتي إيه؟ الرجل طلعك من تحت يد الحاج عبد الظاهر والشفع لك عندي وانت تروح ناويله على الشر. ده خواجه عبيط، لا عيل ولا تيل ولا دين ولا مله ولا ليه حد في البلد يقف معاه، وعنده الفلوس ملهاش اخر. يا واطي جبري لمك. عايز تاجي معايا تاجي، ما عايزش تقطع الحديد. ولا شفتني ولا شفتك. انا اجي عادي. لا عمل فيا معروف ولا محملني جميل. أيوة. انا بس اللي عم استغرب له وطيان اللي جابوك. يا راجل وحد لقي خواجات هبل اليومين دول؟ انت مين؟ تريد في الشباك ليه؟ هيسرقوك يا خواجه. مين دي يسرق خواجه؟ تعالي هنا. انا شايف انت قبل كده، انت بتاع ماذا ياكل فلوس؟ انت جاي عايز تستعبد خواجه تاني؟ لا انا جاي انبهك واقول لك ان عطوتي جاي لنادي ومعاه واحد يسرقوك. مين عطوتي دي؟ الحرامي اللي انت شفعت فيه عند الحاج عبد الظاهر. وليه يسرق خواجه؟ عشان واطي يا خواجه. يعني شنو واطي لي؟ يعني ما فيه ما عندوش اصل. قال لك خواجه عبيط وقاعد وحده ومعاه فلوس. وانت ليه يجي عشان يقول؟ عشان انا ما بحبش السرقه يا خواجه وصعبت علي. وكيف انا يعرف انت ما حرامي؟ نقعد ونستنى العطعوتي سوا، واول ما يجي يسرقك نعكشه. اول ما يجي نعمل شنو؟ نعكشه عكش. عندك حبل يا خواجه؟ الواد ما جاش، طور دور عليه. زمانه جاي، تلقاه يلعب مع العيال، ما هو لعبي ومكفي. ما انت اللي طلعته من المدرسه، كان فالح. وكان هيبقى ايه يعني؟ اديني حيلته كام سنه لغايه لما عرف يكتب اسمه. كفايه اديكي شايفه. شايفاش؟ الدنيا ضلمه. يا مره بقى ده هنكمله عشان حديد. عايز ولدك يتعلم يطلع ايه يعني؟ ظابط ولا دكتور؟ لا حرج على فضل الله، ليه لا؟ لو تلوغ رقبتك. الواد اتاخر. يعني هيغور فيا؟ دي البلد كلها شبرين وزمانه جاي. ده العفريت يخاف من ولدي. فين عتوت ده حبيبي؟ ما في عتوتي. هو في حرام يجي على طول يا خواجه؟ لازم يستلم الناس تنام. لكن هنا صافي حبيبي. اصبر زمانه جاي. انا قلت لك ان الحرامي لازم يجي متاخر وعتوتي حرام. هو عتوتي دي يعني حرامي بسيدي؟ لا اصل امه كانت لدغه وما هتخلفش وقالت قدام الحريم كلها يا رب اديني عطيه. عطيه يعني. وانا جلع وكله عطوتي. وطلعت عليه والناس بقت تقول له عطوتي راح عطوتي. في صوت. امسكه اربطه كمان اربطه حبيبي. طب ليه كده يا خواجه؟ ليه كده؟ ده انت حتى رجل طيب. عشان طيب انت هتسرقه؟ ما حصلش يا خواجه. انا كنت جاي اسال عليك، اشوفك عايز حاجه محتاجه. كذاب يا خواجه. انت جاي عشان يسرق خواجه عبيط؟ واسرقك ليه؟ اسرقك ليه يا خواجي؟ وانت عملت فيها خير؟ عشان وقتي عطعوتي وسمعتك بودني. ماشي يا ولد مناظر، ده حي الكذاب. انا جاي اقول لك متشكرين. متشكرين من سباك عطوتي؟ متشكرين من سباك؟ انت جاي عشان يسرق خواجه عبيط؟ انا راجع انت لحاج عبد الظاهر عشان يربطك في عمود يضربك بكرباج. ده هيموته خالص. احب على يدك يا خواجي، احب على يدك. نعمل فيش نور حبيبي. موضوع الحاج عبد الظاهر. حرام حبيبي، حاج عبد الظاهر ياخد يربطه في عمود يضربه بالكرباج. يستاهل، خليه مربوط كده وانا اروح اجيب غفير من بيت الحاج عبد الظاهر ياخدوه. احب على قدك يا خواجه، السماح، حاج عبد الظاهر لا. ما في سماح يا توتي حرامي، نعمل شنو كمان؟ اتاخرت على ابويا وامي يا خواجه. خلاص حبيبي خلاص، انت ياخده اللي في بيه بلدي يقول عتوتي طلع حرامي، عتوتي طلع حرامي. البلد كلها عارفه ان عطوتي حرامي وده ما يزعلوش. يروح جامع عند شيخ منصور يتوب ويطلب من اللي هو سرقه سماح. عطوتي ما يتوبش حتى لو الجامع جامد
والشيخ منصور هيوديه الحاج عبد الظاهر. طب انا يعمل شنو؟ الحل يتحكم عليه. طيب انت ياخد اطفال ويلف على بيوت بلد كله، كل بيت يطلب من عتوتي يعمل حاجه، عتوتي يعمله. وانت تطلب منه ايه؟ انا يطلب يمسي يا حبيبي، عتوتي ريحته وحشه جدا. يلا خدوا لف بيه، خدوا لف بيه. وعكشنا العتوتي، وعكشنا العتوتي. ارجموك ارجموك يا عاد. يخرب بيت محمد، وين الفلوس يا الفلوس يا بنتي؟ الفلوس يا عبد المبكور. عجيب الغزل اللمبة بعد الشمس ما تطلع دمع البيع. كم نقلة من جاهد؟ 5 خواج. مكتوب هنا 4. والله العظيم 5 خواج. انت يهرب من جاهد بس مكتوب هنا 4. والله العظيم 3-5 خواج. خلاص انت يهرب انت صديق. دفتر دي كذاب. ماليش خد خد. شكرين يا خواجه. كذاب يا خواجه، لما يحلف من هنا لبكره. خلاص هو حلف انا يصدق. انت بتاكش كمال، انت يعمل ايه في مهجر كمال؟ شغال يا خواجه. انت ليه ما يروح من راسها؟ طلعناها منها يا خواجه، يعني هيبقى طه حسين او هيساعدني مصلحه. مين انت؟ أنا أبوه، وعملت أنا وكمال 4 نقلات بالجمل. خد يا خواجه. إيه دي؟ هم 3 نقلات بس، أصل وجعت على رجلي، وكنت الوجعة دي سبب الحرفان الكذب، اتشندل بالي. كويس، أنت عندك ضمير. خد، نقلة 5 دي عشان أنت عندك ضمير. يعني مسامح يا خواجه؟ أيوه حبيبي، يلا. أنت قلت أبو كمال كم نقلة؟ 4 نقلات يا خواجه. كمان لازم يروح مدرسة يتعلم في مدرسة حبيبي. يا خواجه خلي الواد يساعدني، حلتش غيره، بلا مدارس بلا احباب. التعليم دي مهم. تعليم كويس عشان كمال. يا خواجه التعليم مش لينا، هنتعلمه ولا هناكله ولا هنشربه. قبضنا الله يرضى عليك. خد 4 نقلة أبو كمال. شكرين يا خواجه، يلا يا كمال. اسمع أبو كمال. تعالى كمال. انت كان في سنه كام في مدرسه؟ 4 يا خواجه. يعني انت يعرف يكتب اسم بيتك؟ ايوه يا خواجه. اسمع ابو كمال، كمال يرجع مدرسه، وانا عندي شغل عشان كمال، عشان ياخد فلوس. شغل ايه يا خواجه؟ ما عندناش عيال تشتغل في البيوت. يلا يا مش بيوت يا حبيبي، مش بيوت. اسمع ابو كمال، انا ممكن انا يجي يزور انت في بيت؟ شرف وتأنس يا خواجه، تحصلنا 1000 بركه. يلا كمان. يا مرحبا يا خواجه، والله منور البيت. شكرا ابو كمال. امشي هلا، امشي امشي يا ابني. يا كمال، يا ولد يا كمال. ايوه ابا. تعال يا ولد سلم على الخواجه. ازيك يا خواجه؟ انا كويس كمال. بص كمال، انا يعرف انت يكتب كويس، انت يقرا كويس؟ ايوه يا خواجه. خلاص كمال، انت ممكن يشتغل في وقت مش في مدرسه ويقبض فلوس. الله يبارك فيك يا خواجه، يقعد لك في صحتك وعافيتك. خلاص ابو كمال كده، كمال يرجع مدرسه من بكره طالما هيقبض. يرجع يا خواجه. فين عاش ابو كمال؟ عبد القادر جعان موجود يا خواجه، لكن على كد الحال كده. كد حال دين جميل. يا ام كمال حضري العشاء. يا ام كمال اسمع كمال، كلام انا يقوله حسه بس بين كمال وبين خواجه. سري خواجه،
أنا يعمل كده مش بس عشان كمال يتعلم، أنا يعمل كده عشان خواجة كمان يتعلم من كمال. تتعلم إيه يا خواجة؟ شش. أنت يحفظ قرآن؟ أيوة خواجة حافظ رباعي. أنت يحفظ فين؟ في الكتاب يا خواجة. خلاص أنا يعلم كمال إنجليزي، كمال يعلم خواجة قرآن. أنا أعلمك يا خواجة. شش. سر سر يا كمال. سر يا خواجة. أنت يخلص مدرسة، يخلص كتاب، يجي عند خواجة. ماشي يا خواجة. وكمال إيه ده خواجة؟ دي فلوس عشان أنت يعلم خواجة. ماشي يا خواجة. بس كمال لازم أنت يذاكر كويس، يروح مدرسة كويس عشان أنت ينجح ويبقى يبقى. أنت عاوز يبقى شنو؟ عاوز أبقى زيك يا خواجة. خلاص أنت ذاكر كويس، ينجح، يبقى مهندس كمان. هتعمل ايه؟ انا يسلح فستان كده. دخلت عندي قالوا لي ادخل عشان يسلح فستان. فستان مين ده؟ فستانك ابيض جميل حرير. شفت كيف كل فتله فيها تبكي؟ ليه عتبكي؟ على صاحبته. صاحبته جميل زيه. انت مين؟ انت مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عبد القادر بتاجي واد معايا يصلي العصر. مش جوه، طلع بعد الظهر. كرايق طلع على طول ولا كلمش حد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. 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 عا العصر يا خواجة. والعصر. معلش كمان. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا. وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قول تاني كمال. دي عاشر مرة أقولها لك يا خواجة. معلش كمال. يعني إيه والعصر؟ والله يا خواجة ما أعرف. لكن ممكن تيجي معايا الكتاب وتسأل. أنا؟ هاجي معاك مع أطفال؟ هتتكسف عشان كبير. أنا ما. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس. ورأيت الناس. يدخلون في دين الله أفواجا. يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. إنه كان توابا. إنه توابا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. في ايه؟ مين اللي هيستعبط في الجرايه وصوته عجيب يجيب رجليه ويجيني هنا على الفلكه دلوقتي؟ هتضحكوا ليه؟ لو ما قالش هو مين هتيجي كلكوا على الفلكه. انا يا شيخ. انت مين يا واد يا ابن الرفضي وهتغير حسك ليه؟ ده الخواجة عبد القادر يا شيخ عبد الرحمن. خواجة؟ انت الخواجة اللي جيت البلد؟ ايوه.
وجاي تحفظ قرآن مع العيال؟ أيوة شيخ. جدع يا خواجة، نفدت من الفلك. سبحان الله، الواحد عاش لحد ما شاف خواجات هيتعلموا قرآن. عشنا وشفنا. شفت منين يا شيخ عبد الرحمن؟ انت عشت وسمعت بس. ماشي يا مكفي. امك شيعت البيض ولا لا؟ شيعت اهو. بتين ليه؟ ابوك كان التالتة؟ او الموجود يا عم الشيخ. ماشي يا مكفي. خد خد شيخ. ايه ده يا خواجة؟ دي عشان انا اتعلم قرآن. عيب عليك يا خواجة، ولا من ليم احمر. ليه شيخ؟ انا اتعلم مع اولاد، اولاد يدفع انا يدفع. اولاد تتلكم تدفع ماشي، عشان يعرفوا ان العلم غالي. لكن انت خواجة من اخر الدنيا، غريب جاي بلسانك المعوج تتعلم قرآن. يبقى كتر خيرك، نورت يا خواجة. شكرا شكرا شيخ، شكرا. صباح الخير. وشك رايق. شفت حلم حلو قوي. خير ان شاء الله. شفت اخوك عيموتني؟ لا، شفت راجل من ظهره قاعد في اوضتي عيخيط فستان فرحي. ظهره عيخيط فستان؟ ليكون كفنك يا حزين. لا، فستان ابيض حرير. ربنا يستر. هقول لك فستان فرح. طول ما اخوكي في الدنيا لا في لكي فرح ولا فستان فرح. ليه يا صلدة؟ اخوك عاوز كيش تتجوزي. ليه؟ هذا اللي في قلبه يعرف ربنا بس. ساعات احس انه بيحبك قوي، وساعات أحس إنه عايزك جاره ويحبسك العمر كله. يحبسني العمر كله؟ قولي لي يا حبيبتي. نعم. مش هتفرجيني على صندوق ذهب المرحومة؟ أفرجك، بس أنتي ما قلتليش عن الحلم. خير؟ خير إن شاء الله، وهيجيلك عريس. صح يا سلطنة؟ صح يا حبيبتي إن شاء الله. بس أنا كبرت. وماله يا أختي، كل شيء بأوان. ها، هتفرجيني؟ تعالي. يا محمد، يا محمد. فضلك يا حاج سيبه يستريح. يا محمد، يا محمد. فضلك يا حاج. رد عليا وأنا يوسف. يوسف، بقول لك ايه؟ ما تروح تريح شويه وانا اقعد مطرحك. اسمع، في شغلات فلوس عند قبر ابوك وجدك، جابوها اللي باعوا الحاجه، تاخدها وتشيلها عندك. ماليش دعوه بفلوسك. وانا قلت لك خدها. انا بقول لك خدها عندك في البيت، انا مش هقدر ارجله من هنا. حاضر. طلعت الواد المظلوم؟ طلعت حرج ابوه، لما نشوف اخرتها. الله يبارك لك، ويا رب نطمنك على محمد. ونعم بالله. أنا نفسي بس يشد حيله. حاجة حاجة يا يوسف، قول يا رب. يا رب. وتصرف في الفجرية اللي عندك في البيت. مين؟ مراتي؟ مراتك ايه؟ المسخوطة، المومية. مال موقعك أنت؟ إيه دخلها دي؟ بتجيب الفجر واللعنة. طب يلا خلص خلص، روح شوف الشغلات، مفيش وقت. يلا اسمع الكلام يا يوسف. يلا روح ابقى طمني. يلا. حاضر. ولدي يا ولدي يا اسمع يا ولدي، قعر الحله. نعم يا عم الحاج. نعم. عينك ما هتغفلش عن الخواجه، فاهم؟ فاهم يا عم الحاج، فاهم. ده راجل غريب واول مره هيعيش بينا، ها؟ عايز اعرف عنه كل حاجه، فاهم؟ فاهم يا عم الحاج، فاهم. والله شكلك بجم. لا لا. يا ابوي
كل ده ذهب سبتهولك المرحومة؟ كانت تقعد معايا يوم تاني واحد بس وما تسبليش حاجة من يوم ما ماتت والنوم بعيد عن صدرها شحيح. حلو جو التعبان ده. حلو في يدها بس. ما تديهولي ذوي بيه يد الوجعاني شوية يا زينب. حاجة أمي ما حدش ياخدها. طار الدباب. مين المدبوبة يا سلطان؟ يا بنت ده أنا هجوزك. سيبي تعبان أمي واطلعي. في غرب وزي الشوم بيقابليني لو اتجوزتي. مين اللي يرضى بيك يا مدبوبة؟ مش كنت حبيبتك قبل ما تشوفي الصندوق؟ عمرك ما تكوني مستخسرة فيه تعبان المكتوحة. أمي مش مكتوحة غوري. أديكي شفتي كفنك في المنام يا ملكومة. فستان فرح كفنك. مين اللي حياخدك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مالك وش كله عيركس وعينك جحرت وش رايك؟ الحقوني يا ناس هتموتني. مالك يا حبيبتي هتترعشي ليه؟ عاوزة تموتيني إياه؟ أنا رايقة وزي الفل. وهو مات المهووس بيعرف إنه مهووس. يا مهووسة يا مجنونة اطلع وسيبيني في حالي. هتموتني الحقوني.